سيناريو خطير لعملة البيتكوين. اتجاه البيتكوين حسب توقع الخبراء. شباب، هاي اربحنا من قناة التليجرام، واذا كنت بتفضل اهم الصفقات المدروسة بدقة ما عليك صديقي الا تنضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو. مهم كتير اذا كنت مستثمر بالعملات الرقمية نعرف لوين اتجاه البيتكوين، لان شباب العملات الرقمية البديلة بتتبع البيتكوين بكل حركة. وصلنا لنطاق ضيق بتداول البيتكوين، يعني من المفترض على فريم اليوم ياخذ البيتكوين اتجاه اما الى الاعلى او الى الاسفل. شباب البيتكوين على مقربة من حركة ضخمة. حاليا شباب نحن بهذا النطاق الصاعد، اي حركة للاسفل ممكن يسبب هبوط، واي اختراق للاعلى ممكن يسبب انفجار. لكن بشكل اكيد ما ممكن تصير الحركة بشكل مفاجئ. حاليا شباب نحن عند مناطق 22 و 400. توقع الخبراء نرجع نكرر حركة البيتكوين الماضية. اذا ملاحظين شباب الحركة الماضية كسرنا القاع الى الاسفل، والتوقع بانه نحن نكسر القاع الى مناطق 20 و 500، لكن ممكن نعمل حركة مشابهة على حركات الفريم الصغيرة. يعني بالمختصر شباب قد نصعد قليلا قبل الهبوط. وطبعا شباب هذا التوقع سعر البيتكوين حسب مجلة الانفينستيك. شباب بكل الاحوال سوق العملات الرقمية بيتأثر بالاخبار، وما حدا بيقدر يتكهن بحركة السوق، كله تحليل، قد نصيب او قد نخطئ وممكن نستفيد. واذا كنت وصلت معي لهالنقطة مهم كتير تنضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو لتاخذ اهم الصفقات. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.